مرحبا، كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. برحب فيكم بمطبخي مع انتصار أطيب، واليوم عمليت لكم وصفة ولا أطيب تراثية بتجنن من بلدي الحبيب الأردن، وبالتحديد من مدينتي عروس الشمال إربد اللي قلبي عليها متعود. وهالأكل كتير كتير طيبة، اسمها مطابق البصل، يعني مثل المطبق. هاي بنعملها إحنا بموسم زيت الزيتون، ورائعة جدا جدا، وكتير رح تعجبكم وبنصحكم تجربوها، كتير طيبة. واللي بحب هالوصفة يتفضل معي لحتى نعملها مع بعض. بنحتاج لهاي الوصفة 4 كوب من الطحين الأبيض، عنا هون 2 كوب من الطحين الأسمر، 4 معالق أكل حبة البركة محمصة، و4 معالق أكل كمان سمسم محمص. وكمان بنحتاج هون نص معلقة قرفة صغيرة، نص معلقة 7 بهارات، تقريبا يعني شيء 4 معالق من زيت الزيتون أو 1/4 كوب من زيت الزيتون. عندي معلقة صغيرة ملح، عندي هون معلقة صغيرة من الكمون، وعندي هون المي. بنشوف المي قديش بنحتاجها، وبدون خميرة طبعا. هاي العجينة بتكون عويص، احنا هيك بالأردن بنسميها عجينة عويص لأنه ما فيها خميرة. وإن شاء الله هلأ بنعمل كل الخطوات مع بعض. هلا اول شيء رح نخلط كل المواد مع بعض. هلا رح نضيف كل البهارات اللي حكينا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا رح نضيف الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ورح نخلط. وهلا رح نضيف المي. رح نضيف المي بالتدريج. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي بحط كمية، وبعدين بالتدريج. هلأ بلشت العجينة يعني تتماسك معانا. هلأ بعجنها وبرد أرجع لكم مرة تانية. هلأ هون رح نضيف كمان معلقتين من زيت الزيتون، بيعطيها للعجينة طراوة كتير حلوة، وبتطلع معانا بالخبز كتير طيبة. هلأ رح نحط كمان شوية زيت صغيرة، ندهنها وبعدين نغطيها. هون أنا غطيتها نايلون، وحغطيت هذا الغطاء كمان عليها لحتى تخمر لمدة ساعة، من ساعة إلى ساعة ونص. هلا هون احنا رح نقطع البصل، رح نفرمه فرم عريض شوية. هلا كلهم بقشرهم وبرجع بشوفكم مرة تانية. وهلا رح نبلش نفرم البصل. انا هون قشرته زي ما انتم شايفين. هلا رح نفرمه فرمات عريضة، يعني مش فرم صغير. بسم الله. هون حطيت كمية منيحة من الزيت، وهلأ عم نضيف البصل. هلأ رح أحط كمان شوية زيادة زيت. رح نضيف شوية ملح علشان نسرع عملية الاستواء. البصل بنخليه على نار متوسطة لحتى ما ينحرق، يعني يتدبل بشكل حلو. وبعدين لازم نضيف نفس البهارات اللي حطيناها بالعجينة علشان يطلع نفس الطعم وما يتغير علينا. هلا رح اضيف معلقة استكانة من 7 بهارات، وكمان رح اضيف شوية من القرفة، حوالي نص معلقة استكانة، وكمان رح أضيف معلقة صغيرة من الكمون، لأن البصل مثل ما أنتم عارفين بينفخ، فلازم نحط عليه الكمون. يا ريت بتقدروا تشموا ريحة البصل، مش طبيعي شو بشاكل لما ضفنا البهارات والكمون، بتجنن. هلأ بنخليهم لحتى يتكرملوا، وبعدين رح نخليهم يبردوا كمان.
هون عجينتنا ارتاحت، هلأ رح نقطعها قطع. بسم الله الرحمن الرحيم. هون عنا البصل صار جاهز، شايفين ما أحلاه، رائع. هلأ رح نخليه يبرد تماماً بعدين نبلش نشتغل فيه. هلأ رح نبلش نفردها على الكاونتر. طبعاً بنحط الزيت إحنا هون وبنفردها. هلأ إحنا شو رح نعمل؟ رح ناخد البصل ونحطه عليها بهذا الشكل. بعدين راح نسكرها بهذا الشكل، علشان هيك احنا بنسميها مطابق. بنطبقها على بعض. هلا بنحط كمان شوية بصل هون وبنطبقها بهذا الشكل وبنحطها على جنب. على بعض. طبعا احنا هون بنحط كمان شوية بصل. بنطبقها كمان هيك وهيك، يعني تطبيقة كاملة. راح نحطها على جنب حتى ترتاح شوي ونرد نفردها. راح نردها بهذا الشكل كمان. هذا راح نحط شوية هون كمان. وراح نتركها ترتاح شوي. نستمر معكم حبايبي. هلا بنحطها على جنب وبنعمل الثانية. هلا بنعمل الثانية اللي بدنا نحط فيها العجينة الأولى. هاي أخذنا أول وحدة عملناها وهلا رح نمدها. بسم الله الرحمن الرحيم. فينا بإيدنا وفينا بالشوك. نفردها حبايبي بالصينية. رح أحط شوية زيت هون. أنا كمان أنا حاطة ورق الزبدة قبل بتحت، يعني البقاع الصينية هيك بنحافظ على عليها ما تنحرق يعني. وهي شكلها النهائي قبل ما ندخلها على الفرن. الفرن محميته مسبقا على درجة حرارة 400 فهرنهايت، يعني 200 سلسياس اللي هي مئوية، ورح ندخلها الفرن بس ترتاح شوي صغيرة. شايفين الجمال حبايبي؟ المطابق ولا أطيب، روعة، بنصحكم تجربوه كتير طيب. وهيك خلصت وصفتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. وبنقدم بحدها الشنينة أو لبن العيران، إحنا بالأردن بنسميه لبن العيران شنينة، أو الجبنة، الخيار، كل شيء يعني، توميتو، الزيتون. وإن شاء الله تجربوها وتبعتولي التطبيقات. ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بقناتي على اليوتيوب. وشكرا جزيلا لمتابعتكم حبايب قلبي.